ضيف يضيف حضراتكم سعادة السفير محمد العرابي ودير خارجية مصر الأسبق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر. قبل ده وده وده مواطن مصري وطني غيور على مصر، يعني في كل المراحل سعادة السفير، وهو من وزير لغاية ما نوصل من أول ما بدأ في وزارة الخارجية، أمور كثيرة 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 جدا هنقدر. يعني أنا النهاردة في حوار النهاردة لأن أنا في ثلاث نقاط أساسيين، ويا رب الوقت يسعفنا. زيارة مصر والسعودية، لأن هنالك من يحاول نسف هذه العلاقة على مدار الساعة، كل لحظة هناك من يحاولون من هنا ومن هناك ومن كل حتة العلاقات المصرية السعودية. الجزء الثاني الموضوع بتاع التلكيكة بتاعت إيطاليا. الجزء الثالث نتكلم عن مجلس النواب وعن أهمية لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ودور مجلس النواب فيما يخص، لأن احنا الهجمة كبيرة جدا والشراسة كبيرة جدا وكل ده. مساء الخير يا سعادة السفير. مساء الخير، وزي ما قلت لك قبل ما نبدأ أنا كنت منتظر الاستدعاء دوت من زمان. أخبارك ده؟ أنت شرفتني يا فندم ونورتني. الله يخليك. حضرتك تختار، أنا حكيت اللي أنا عايزه فحضرتك شو عايز تبتدي منين، إنما عشان الوقت أنا هسيب لحضرتك تتكلم على طول في كل. هنبتدي بالسعودية يا فندم، لأنه طبعا احنا تعودنا دايما في الإعلام المصري إن كل زيارة بنقول عليها إنها تاريخية وإنها غير مسبوقة، لكن أنا أقدر أقول لك بقى بجد هذه الزيارة هتكون تاريخية وغير مسبوقة. بمعنى إنه الإجراءات الزيارة نفسها والأحداث اللي هتتم خلالها إن شاء الله هتكون لم تحدث من قبل بالنسبة لزعيم عربي، وبالذات طبعا يكون يعني زعيم سعودي في زيارة لمصر. وطبعا احنا يعني حرصا مننا على زي ما سيادتك تفضلت ان في ناس كتير ممكن تحاول انها تفشل هذه الزيارة، احنا مش هنتكلم عن المواقف او المحطات اللي هيقوم بها خادم الحرمين خلال الزيارة، يعني حفاظا على الامن وحفاظا على سرية التحركات، انها تبقى بخطوة بخطوة مش تبقى حاجة معلنة للاخرين، ولكن هيكون فيها محطات لم تحدث من قبل في تاريخ العلاقة المصرية السعودية، وده شيء احنا يعني طبعا هنكون فخورين به جدا، وهيكون في مش مجرد اتصال ما بين الزعيمين ولكن ايضا اتصال مع الشعب مباشرة، وده شيء برضه هيكون يعني لم يحدث من قبل في زيارات مماثلة. توقيع الاتفاقيات الاقتصادية من المؤكد ان هي مهمة جدا اللي هيحصل بالنسبة لتعمير سيناء، القصر العيني، ومحطات طاقة متجددة وخلافه، ولكن هو المغزى الأساسي هو في مغزى استراتيجي أكتر منه مغزى تكتيكي على مستوى العلاقات الاقتصادية، إنه العالم العربي من بعد عاصفة الحزم اللي أنا بعتبرها إنها بداية إن احنا نبقى فاعلين وليس مفعول بنا، أعتقد أنه في شبه اقتناع ووصول إلى حقيقة بتقول أنه مصر والسعودية هيكونوا هما يعني قطبي العمل العربي المشترك القادم، والبداية الحقيقية لنظام عربي جديد مطلوب في المنطقة، ويمكن ده كله هيتواكب مع برضه أمين عام الجامعة العربية جديد وخلافه، ولكن الإدراك الاستراتيجي الحقيقي للمغزى للعلاقة المصرية السعودية أصبح فعلا أمر ملح، أمر ضروري. العالم العربي لن يتحرك بشكل منسق متكامل إلا في إطار هذا التقارب المصري السعودي، وهذا التقارب المصري السعودي قفز وارتقى فوق كل الاختلافات في بعض الرؤى وبعض المواقف اللي ممكن حد يستغلها هنا أو هناك ضد هذا اللقاء. وطبعا حضرتك عارف ان احنا بنتكلم على سوريا مثلا على سبيل المثال، في اختلاف شويه في الراي في هذا الموضوع، ولكن القصد الاستراتيجي من في المساله السوريه هو واضح للطرفين، ولكن كيف نصل اليه يمكن يكون في بعض الاختلافات في مواقف كثيره ايضا يعني. ولكن المهم في العلاقه المصريه السعوديه ان هي فعلا ارتقت فوق كل هذه الاختلافات ووصلت الى مرحله من النضج والإدراك بأنه فعلا هي دي شبكة الأمان للعمل العربي المشترك القادم مصر والسعودية. طبعا في دول تانية مهمة ويعني قادرة على المشاركة أيضا زي الإمارات وزي الكويت والبحرين، ولكن من المؤكد أن أكثر دولتين استقرارا الآن هم في المنطقة هم مصر والسعودية، يستطيعوا أن هم يقوموا بدور كبير جدا في الفترة القادمة اللي احنا فيها في حاجة فيها حاجة ملحة كمان لوضع استراتيجية موحدة. ما ينفعش أن احنا ما يبقاش عندنا مثلا استراتيجية موحدة ضد الإرهاب وننتظر استراتيجيات أخرى قادمة من الخارج. فأنا أعتقد أن الاقتراب هذا الاقتراب المصري السعودي القادم أنا أعتقد أنه هيكون خير فعلا للأمة العربية وشيء احنا نتمناه، وأعتقد كلنا لازم نحافظ عليه وننميه ونبني عليه. طيب
سيادتك كوزير خارجية لمصر كسفير لفترة طويلة جدا، مثل هذه الامور بيبقى دايما، انا هقول ما اعرفش، في انتوا دايما عندكم قدره، يعني كل من اشتغل في خارجيه عنده قدره وعندهم مراركم، يعني بتستحملوا حاجات كتير جدا وما بتقولوش. انا مش مهم نقول، بس انا عايز اقول بصراحه كده، هل الامريكان مبسوطين للقاء ده؟ لا، شوف، هو امريكا طول عمرها بتنظر بقلق. تعرفت تتذكر الى المثلث القديم اللي قبل ثورات الربيع العربي اللي هو كان دمشق، القاهره، الرياض. دائما عندما تجتمع كانت هذا المثلث عندما يجتمع كان بيحصل نوع من القلق في امريكا وفي دوائر اخرى في المنطقه حتى. فمن المتاكد فيه متربصين وفي يعني احساس يعني من دول اقليميه ايضا قد تكون يعني مش غاضبه ولكنها قلقه من مثل هذا الاقتراب. دوله زي ايران، زي تركيا، من المؤكد ان هم مش هيكونوا يعني مبسوطين لده، مبسوطين من هذا الاقتراب. ولكن في النهايه انا اعتقد ان يعني الموضوع حسم بشكل انه فعلا اصبحت ضروره ملحه انه هذا التقارب يكون موجود، لانه هو ده الخلاص بالنسبه للمنطقه العربيه. طيب دلوقتي سيادتك وانت رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب المصري، احنا دايما بنتحرك او تقارب او بتاع ده بيبقى فوق، انما المسايبين المساله الشعوب، يعني محتاجين حاجه تانية بقى غير زمان، محتاجين ده حقيقي، يعني محتاجين ده الجانب الرسمي، الجانب الشعبي، الجانب اللي هو لان بتكلم على الشعب يبقى مجلس النواب، انتم ممثلين الشعب. مظبوط. الجوانب ديت فين يا فندم؟ لا، موجوده وهتيجي وهتبقى بقوه. يعني انا اقدر مثلا اكشف لحضرتك انه، وده يمكن يعني ما حدش يعرفها القصه دي، انه رئيس مجلس الشورى في المملكه العربيه السعوديه وجه دعوه فعلا لرئيس مجلس النواب ومجموعه من النواب المصريين ان هم يروحوا في زياره قادمه، وقد تكون هي عباره عن جوله خليجيه، السعوديه والامارات والكويت. ده قريبا جدا بعد ما ننتهي من اصدار اللائحه، هي خلصت على وشك يعني، او فاضل قرار توقيع رئيس الجمهوريه وتشكيل اللجان، وبعد كده هيكون في فعلا جوله خليجيه هتبدا بالسعوديه بناء على دعوه من رئيس مجلس الشورى، وهي برضو ديت سابقه. يعني احنا لم نشهد ان رئيس البرلمان المصري بيروح في زياره رسميه للمملكه العربيه السعوديه، انا بعتبر ان دي سابقه. وبعدين اثناء الزياره حضرتك هتشهد يعني في زياره خادم الحرمين، اثناء الزياره حضرتك هتشهد قفزه هائله في هذا الموضوع وتذكرني ساعتها. طيب يعني انا اقصد اقول لسيادتك ان احنا نتمنى ان يبقى شعبيا على المستوى الشعبي، اكيد يبقى في الحركه دي، لان دي الحاجه الوحيده اللي ما يقدروش عليها. اكيد يعني حركه الشعب ما حدش هيقدر عليها يعني، ودي وظيفه البرلمانات. ما ده اللي انا عايزه، انتوا الشعب يعني. بالظبط، هي بتشكل، عارف حضرتك، شبكه امان للعلاقات الرسميه البرلمانات. عندما تكون البرلمانات متصله ومترابطه وعندها علاقات قويه، هذا من المؤكد ان هو بيدفع انه يكون في شبكه امان للعلاقات الرسميه. وبعدين اصل يعني المملكه العربيه السعوديه يعني انت عارف المصريين روحهم، يعني روحوا هناك، يعني الجانب الديني ده وده، فده في مساله بالنسبه للشعب المصري دي مساله ما فيهاش يعني، انما يا رب نشوف الحكايه. لا لا، هتشهد التقدم في الحته الجزئيه اللي حضرتك تفضلت. طيب ان شاء الله. بالنسبه طيب الموضوع اليمن، موضوع اليمن واليمن دي دايما يعني ده الاستدراج لليمن والدخول في اليمن والكلام ده كله يعني تبقى عمليه صعبه جدا، واحنا لنا تجربه سابقه يعني في هذا الموضوع، عسكريه سابقه. سيادتك شايف الموضوع ده ينتهي لايه؟ لانه مهم جدا ينتهي. هو طبعا يعني ما فيش حركة، طبعا تعلم هذا جيدا بحكم خبرتك، انه ما فيش حاجه اسمها عمل عسكري مفتوح الى ما لا نهايه. العمل العسكري بيبدا عشان نقعد كده، عشان الترابيس المفاضلات، عشان يعني هو ده الطريق المعروف يعني. ولكن بالنسبه لليمن انا برضو عايز ارجع لنقطه النضج في العلاقات المصريه السعوديه، انه مصر عارفه ايه اللي هي ممكن تقدمه في اليمن، والسعودية تقبلت هذا ولم تنزعج من الحدود اللي انت تقدمت فيها بالنسبة لليمن. وده شيء مهم جدا، انه مفيش حاجة اسمها ان احنا بنسير يعني كده بدون مراعاة لخطوطنا الاستراتيجية احنا ورؤيتنا. فانا اعتقد ان اليمن كانت تجربة جيدة لوضع الامور، وحتى ده بالنسبة للمناورات رعد الشمال برضو مصر شاركت فيها، ولكن احنا لنا حدودنا معينة اللي احنا بنقدر نساهم فيها في مثل هذه الموضوعات، وده بدون ضغوط وبدون ان احنا نسير وراء احد. وده النضج الحقيقي اللي موجود في العلاقة المصرية السعودية، انه كل واحد عارف يعني ازاي انا ظروفي ايه وبتعامل بتحرك فيه، وحضرتك بتحطها بشكل بسيط جميل يعني.
فاليمن انا اعتقد انه كان الهدف منها هو محاوله اعاده الوضع على ما كان عليه واجبار هذه الجماعات ان هي تجلس وتعود مره اخرى الى دورها الطبيعي في المجتمع اليمني. اعتقد ان احنا يعني قاربنا الوصول الى هذا. من المؤكد ان هذه الجماعات هي جزء من نسيج الشعب اليمني، ده شيء ما حدش ينكره، ولكن في نفس الوقت هي انتهجت خط الى حد كبير يعني ينافي الشرعية ويختلف مع الشرعية. وبالتالي انا اعتقد ان احنا يعني على وشك ان احنا نبدا محادثات او مش محادثات، هي لقاءات جدية بمعنى كيفية استيعاب هذه الجماعات مرة أخرى داخل المجتمع اليمني ووقف العمليات العسكرية. إمتى الكلام ده؟ أنا أرى أن هو يعني مش هيكون بعيد قوي، وفي نفس الوقت مش هيكون بكرة يعني، لكن يعني في مدى زمني قصير نتيجة أنه فعلا ثبت فعالية هذه العمليات اللي قامت بها قوات التحالف العربي اللي هي بدأت من قبل ما القرار يطلع في القمة العربية بشأن القوى العربية المشتركة. ده بيديك برضو حركة الانطباع بأن العالم العربي يستطيع أنه ينهض عندما تكون هناك مخاطر كثيرة زي أيام 73 وخلافه. طيب سعادة السفير، في الدول الاوروبيه واضح جدا ان هنالك يعني عاملين يعني تطلع من حاجه يحط لك حاجه تطلع يعني على طول بقت المساله كده واضحه. والدور اصبح النهارده انا شايف ان وزاره الخارجيه يعني النهارده الدور بتاع الخارجيه بقى مثقل جدا 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 يعني مش ملاحقين. يعني انتوا في مجلس النواب كمجلس نواب احنا اختفى من عندنا منصب وزير اعلام في وقت كان هو ده الاهم ان يبقى عندنا وزير اعلام. أيوة. حضرتك توافقنا الراي في هذا؟ لا طبعا انا اوافق تماما ان لازم يكون في وزير اعلام. وحتى هي اللجنه اللي هي الدستور نص عليها ديت هي لم تظهر الى النور بعد، فبالتالي انا ما كانش يعني عمليه ان نعين وزير اعلام ما كانش فيها اي مخالفه دستوريه على الاطلاق، بل بالعكس كان يمكن ده يكون اخر وزير اعلام انتقالا الى فكره اللجنه الخاصه بالاعلام اللي هي نص عليها الدستور. طب بخبره حضرتك انت كيف نعمل خبره حضرتك الدبلوماسيه ازاي نعمل جماعات ضغط من الشباب؟ يعني في موضوع ايطاليا ده وكلمنا احنا عندنا اثنين مصريين، واحد من 22 سنه مختفي في ايطاليا مش عارفين له راح فين، واحد من اكتوبر اللي فات. اكتوبر اللي فات ده لو عاد المعوض هيكل، والتاني ثروت ناشد، ده بقى له 22 سنه. ده ازاي نعمل من ده يعني زي الشباب بقى هنا يعني انا ده الخارجيه بتعمل دورها وده بيعمل ازاي نعمل عشان نعرف تاثيرها ازاي؟ لان حضرتك اللي هتعرف قوي بخبرتك كيف ايه القوى اللي هناك نقدر نبعت لها ونضغط عليها بالايميلات وبالرسائل والكلام ده كله تعمل لنا تعمل رد فعل. هو طبعا يعني دي يمكن تكون وظيفه يقوم بيها الجيل الثاني من المصريين المهاجرين اللي موجودين في ايطاليا. لان انت حضرتك ومن هنا يا فندم بالرسائل برضه نجيب لهم العناوين وابعتوا برضه لما حضرتك هتعتمد على الجيل الثاني من المصريين هناك. ده اللي هيعرف يبقى فاهم يتكلم لغتهم يعني يتكلم بطريقتهم ويعرف طريقتهم ويعرف لغتهم ويعرف ازاي يصل الى عضو البرلمان اللي هو تبعه اللي هو راح صوت عشانه اذا كان له حق التصويت مثلا او خلافه. وبالتالي هي دي بتبقى قوه الضغط الحقيقيه. قوه الضغط بتاتي من داخل اللي هي في صوت انتخابي اللي هي ترجع في انتخاب من الاخر يعني من الاخر. احنا لما قابلنا وفد كندي من فتره كده كلهم قالوا لنا كده، احنا يعني جايين مصر عشان عارفين ان احنا في مصريين 20,000 واحد مثلا عايشين في دايره انتخابيه بتاعت واحد من الاعضاء اللي كانوا موجودين في الوفد كندي. فهو جاي معني بهذا الامر ان هو بيتخيل ان احنا لنا قدره على التاثير والنفوذ على ال 20,000 واحد المصري اللي موجودين هناك. يمكن ما يكونش لنا قوي يعني هذا التاثير يعني، لكن هو معني بانه في مصريين بيصوتوا في الدائره الانتخابيه بتاعته، فمعني بان هو يتصل بالبرلمان المصري على اساس ان احنا يعني ايه مش دعايه ولكن يعني يبقى لنا تاثير انه طيب. احنا متفاهمين كده. دي تفتح لنا نقطه مهمه جدا يا فندم دلوقتي، وبرضه ده اعتقد حضرتك رئيس لجنه العلاقات الخارجيه ان احنا الجاليات يعني المصريين اللي بره دول المهاجره دي بره دول قوه نقدر نستخدمهم اكيد. فده مطلوب من حضراتكم انتوا بقى تبقى على نقل لهم نظام ازاي نربطهم بينا ويتربطوا ده موضوع حيوي جدا مهم. المصري في الخارج مش مجرد تحويل فلوس
200 كل سنه او كل شهر او ما اعرفش بيصل كام العدد، لكن هو في الواقع الامر هو فعلا قوه ضغط حقيقيه انت ممكن تملكها وممكن يعني تاثر فيها وتؤثر بيها على الاخرين، وهو ده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه، ان يكون عندك لوبي. اللوبي مش ممكن تجيب شركه ايطاليه تعمل لك اللوبي ولا شركه امريكيه تعمل لك اللوبي وانت في امريكا، لكن انت ابنائك اللي موجودين هم دول اقوى وبالذات الجيل الثاني، لان الجيل الثاني بيبقى عنده يعني خلاص بقى حضرتك لو رحت المانيا هتلاقي الشباب المصري هناك بيتكلم زي الالمان بالظبط، نفس اللهجه خلاص انتهت بنفس اللكنه فهو ده الامل بتاعنا، فاحنا لازم فعلا نستعيد التواصل مع الجيل الثاني من المصريين هناك وهم دول اللي يقدروا ده على فكره دي هتبقى حاجه من يعني رب يعني حضرتك تحطها ليه؟ لان كنت تصدروا التشريعات بقى، ما احنا عشان نربط الناس يا فندم، ويا رب احنا يعني املنا كبير في مجلس النواب بيعمل لنا الكلام ده كله، اللي بره دول بيتنشأوا دايما على حاجات كتيره بس محتاجه تشريعات يعني عشان الحكومه، يعني انا اللي بره ده لو النهارده احنا عندنا ازمه دولار والله العظيم يا سعاده السفير احنا ممكن نلم 60 مليون 60 مليار دولار في 10 ايام من اهالينا اللي بره 20 في 30 كيلو في اي منطقه واعمل لها تقسيم واقول لهم هسلمها لكم بالمرافق بعد سنتين والمتر ب 100 دولار دول يعملوا يعملوا 60 مليار دولار تاكيدا لكلام حضرتك. شوف مدى الحزن اللي كان فيه المصريين في الخارج عندما اغلقنا باب شراء اسهم او سندات بتاعت قناة السويس هم ساهموا فيها ب 350 مليون بس بتاج الجنيه والمصريين في الداخل هم اللي اخذوا الباقي، لكن هم كانوا متضايقين جدا جدا وانا كنا بقى بنسافر ونشوفهم ازاي تحرمونا من ان احنا نساهم في الموضوع ده، فانت فعلا انا معاك يعني انا النهارده في سندات دولاريه دلوقتي عم طبعا عارف الارض دي يا فندم اصل انا بربطه حتى عشان أيوة بربطه بوطنه وبربطه، وبعدين احنا ما عندناش ازمه الصحراء لا ما عندناش ازمه الصحراء يا فندم بالعكس يعني عندنا مساحه كبيره جدا يعني انا اللي اقصد اقول حتى في موضوع الدولار ده احنا سهل قوي بالارض نعمل ده بس ما عملهاش ب 700 دولار زي ما عملوها لا طبعا هو 100 دولار وبعدين عارف سيادتك الغلو والاسعار ده ولازم برضه تتدخلوا فيه كمجلس نواب ولازم تلغوا الكلام ده كله يوم من يوم الحكومه ما عملت الارض بالمزاد رفعوها من 300 جنيه لارض الرمله ل 4000 جنيه يا فندم كل حاجه غليت احنا يعني التواصل ما بين الاعلام وبين البرلمان من المؤكد ان هو هيدي افكار كتيره وهيدي قوه دفع والعلم حضرتك كلنا ال 600 واحد تقريبا احنا مش 600 يعني 600 الا اربعه عندنا فعلا حرص شديد جدا ان احنا نخدم هذه البلد في الفتره الحرجه اللي هي ان شاء الله ان شاء الله اكيد طيب هل في حاجه في السعوديه تانية ولا عايزين نروح لايطاليا بس ولا السعودية احنا لازم يعني ننظر اليها ان هي فعلا نواة استراتيجية جديدة في العالم العربي هيبنى عليها اشياء كثيرة قادمة وانا متفائل جدا بهذه الزيارة ان شاء الله ان شاء الله. طيب موضوع ايه بقى موضوع ايطاليا ده يعني ايه الموضوع؟ هو حضرتك يعني موضوع ايطاليا اولا احنا مش متهمين يعني احنا ايه ما ناخدش موقف ان احنا في موقف الاتهام ولكن لازم ايضا ناخد الموقف بتاع الحرص الشديد على انهاء هذا الامر وبسرعه لانه الموضوع ده من اليوم الاولاني يعني من يوم اكتشفت الجثه بتاعت الشاب ده وايطاليا طلعت بنتيجه واتهمت فيها اجهزه الامن المصريه واحنا للاسف ما عالجناش الموضوع دوت بطريقه يعني انت عارف حضرتك انا كنت في ايطاليا بعديها بكذا يوم قابلت السفير هناك بتاعنا قال لي ان الجثه لما او الجثمان لما وصل المطار كان هو موجود السفير في استقباله وكان ابو وام الشاب ده موجودين فبيقول لي كانت المشاعر ساعتها ان هم جولوا وحضنوه وقعدوا يبكوا ويقولوا له احنا بنثق في مصر وبنحب مصر والموضوع ده مش هيأثر في مصر. شوف بقى اللي حصل في تغير موقف الام من اليوم ده من يوم وصول الجثمان الى اول امس شوف التغير اللي حصل في لهجه الخطاب بتاعتها. فين بقى ده؟ في حد ناس بتلعب يعني في مواضيع ورا الموضوع في مواضيع ورا الموضوع وفي نفس الوقت في من عندنا انا اعتقد ان ده كان في بعض التقصير يعني حضرتك استعمال حتى كمان منطق اللي هو ايه لا يناسب المنطق الغربي اللي هو طبعا عندنا واحد مفقود لا يعني ما نقولش ده يعني دي ما تتحطش قصاد دي دي تمشي لوحدها في مسار ودي تمشي في مسار جاد الرئيس في حديثه اللي عمله للمجله الايطاليه كان جيد جدا وعمل اثر جيد ولكن جينا بعد كده فتحنا الجرح بالبيان اللي طلع وقال ان احنا لقينا متعلقات مع ناس ففتحت الجرح تاني ورجعت المساله لنقطه الصفر من جديد. ف
انا يعني ارجو ان الموضوع ده يتم، حتى الوفد اللي حضرتك طلع الامني ده اذا ما كانش معاك ملف كامل مدروس في حقائق ويشفي غليل الجانب الايطالي، انا اعتقد ان الوفد ده هيصاب بخساره، والخساره دي هتيجي على العلاقه المصريه الايطاليه في المستقبل. فبالتالي انت خطواتك كلها من الان ما تاخدهاش، اولا ما تاخدش الموضوع باستخفاف، لان الموضوع ده ممكن ينمو، وفي مشاعر اوروبيه مسانده للمشاعر الايطاليه. احنا يعني بنقابل وفود من، وشفت حضرتك البيان بتاع البرلمان الاوروبي اول فقره كانت فيه هو الموضوع الشاب. ده موضوع طبيعي. الموضوع مش طبيعي، ولكن انت وحضرتك قلت كده في الاول، انت متربص بيك في العالم كله، واي حادثه صغيره، وقال حضرتك مصر تحت المجهر وتحت المنظار في كل كبيره او صغيره. احنا لما نسافر بره بنشوف قد ايه الناس عارفه تفاصيل عننا، احنا نفسنا المصريين ما ناخدش بالنا منها. فالموضوع مش طبيعي، ولكن قدرنا في هذه المرحله الحرجه من تاريخنا ان احنا في، مش اقول لك مؤامره، ولكن لا، انت قاعد تحت المجهر، اي حاجه هتعملها مرصوده وبتتبعت، وفي ناس هنا جوه. يا سعادة السفير، لا مش هنقول، لا نقول إن يعني انا النهارده بعد حادثه الطياره بتاعت شرم الشيخ اراد ربنا ان يحصل حادثه في باريس بعدها بسبع ثمان ايام. طب وهي هنا هل هي اثرت ايجابيا عليك؟ لا انا مش على ايجابيه، ده انا بالنسبه لينا منعوا ناس عننا، وامسك هنا وخلي بالك ما حدش يشيل البلد ديت، وممنوع النزول. لما حصل في فرنسا قال لك كلنا مع فرنسا، وبعثوا الناس لفرنسا. الله، يعني اذا انت النهارده بقى انت متاكد ده كلامي؟ ما انا ايمن مش مختلف. لا بس انت حضرتك عشان انتوا يا دبلوماسيين بتحبوا تقولوا الكلام يعني لا انا اقول ان لا ده كده يبقى امال يبقى ايه؟ ما كانش ده في حاجه متشبطه في بعضيها، مش فكره يعني لا ده هم متلكك لي. أيوة. ده واحد كارهني ومتلكك لي. طيب طب هتعمل ايه؟ لسبب ما انا لا اقصد ما هو هنا في نوع من يعني بلاش كلمه مؤامره عشان كلمه استفقت معناها. لا لا فقدت معناها يعني. انما واحد متلكك لي. بالظبط انا معاك. يعني ده كده كمان هم كلام يعني بعديها لما حصلت حتى حادثه بلجيك ده بروكس المطار اتفتح. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نجيبه ولا حتى نجيب عربيه نقل تخش المطار عندنا. لا لا. يعني انا مع حضرتك تماما، ما هو ده المنطق السائد، ان انت مضغوط وهتفضل مضغوط كده لفتره طويله، وفي اهداف معينه هم عايزين يوصلوا اليها. اللي هي ما انت عارف بقى موضوع المصالحه وانه لازم طب هو اللي عايز يصالح الاخوان ده مطلب امريكاني طبعا غربي امريكا مش احيانا هي بتحط الرساله هي يعني سايبهم هم يعملوا تديها لحد يقولها يعني الانجليز لاي حد تاني ممكن يقولوها المصالحه فانت انت مضغوط وهتفضل مضغوط كده ولازم تتوقع كده كونك بقى ان انت حاسس ان انت فعلا مظلوم مع مظلومين لكن طب وبعدين هو المجتمع ده المجتمع الدولي اللي احنا عايشين فيه ده مجتمع ظالم في ده دولة عندها أسلحة نووية في المنطقة ومحدش بيتقبل فكرة إن احنا ننزح مجتمع ظالم لكن هي دي السياسة إذا كنا يعني عارف إيه هنستسلم لفكرة إن احنا مظلومين لا أنت لازم كمان تكون عندك فعل ناخد خطوة بقى عشان ناخد خطوة ناخد فعل عشان فاعل احنا فأنا أعتقد أن بس يعني زي ما حضرتك قلت في الأول الدبلوماسية المصرية شايلة عيب كبير جدا يا نهار أبيض مع ثاني حد يسند معاها يعني وهو ده وظيفة البرلمان وظيفة لجنة العلاقات الخارجية إن أنت يا إما بتمهد الجو للدبلوماسية المصرية يا إما انت بتساندها من يعني من خلفها من خلف خطوطها يعني عندك وظيفتين المسانده في بعض الاحيان واسف التمهيد في بعض برضه دي على فكره تسابق خطوه برضه دي على فكره كلها حاجات عسكريه التمهيد او المسانده هتعجبك استاذن حضرتك في فصل اتفضل رجعنا لحضراتكم سعادة السفير حضرتك طيب في ظل ان العالم كله واخد هذا الموقف وزي ما حضرتك شبهت وقلت عالم ظالم وده اللي موجود وهو واخد موقف ده ما هو احنا بقى مطلوب احنا كبرلمان احنا كبرلمان اللي هم نوابنا اللي يعني الجزء الممثل للشعب في برلمان واحنا الشعب ايه اللي مطلوب طبعا ده دور كبير جدا هو اهم حاجة الاستمرار اهم حاجه ان احنا ما نتوقفش اهم حاجه ان احنا ما نبصش ورانا ولا نحاول نرضخ لمثل هذه الضغوط وده طبعا هيتطلب منك التماسك الداخلي التماسك الداخلي ده امر هام جدا جدا وهو حتى التماسك الداخلي ده اللي يخلي عندك سياسه خارجيه اكثر نجاحا واكثر يعني نفاذا وتاثيرا ويحبطهم هم بره ويحبطهم فهو ده اللي احنا يعني ودي حقيقه مفاهيم احنا بناكد عليها يعني احنا لما مثلا سافرنا كذا وفد برلماني من عده احزاب
مش حزب واحد، عدة أحزاب، وبنقول لهم أه أنا أحزاب مختلفة، ولكن جايين بنتكلم عن مصر، وجايين نتكلم عن بلدنا، وبندافع عن بلدنا، وواقفين ورا قيادة بلدنا، وهندافع عنها. فهي دي الرسائل اللي احنا لسه كان في وفد برضه بتاع الجمعية البرلمانية للحلف الأطلنطي، قعدنا معاهم قعدة طويلة جدا لمدة ساعتين من أحزاب مختلفة ومستقلين، وبرضه كانت كل النغمة بدون اتفاق بينا ان لا احنا بلدنا ديت احنا هنحافظ عليها ومش هتركع ومش يعني تخش في مرحله الفوضى زي الاخرين. فهي دي الرساله الاساسيه اللي احنا يجب ان احنا دايما نقولها، واعتقد ان هي لحد ما بدات. يعني بكره في وفد من الكونجرس الامريكي، الرئيس او التشيرمان بتاع الكونجرس الامريكي هيكون موجود بكره في مجلس النواب، ومعاه مجموعه من الاعضاء، هيسمع نفس الرساله من الرئيس ومن بعض النواب اللي هيكونوا موجودين في الجلسه. وفي وفد الماني برضه برلماني، يعني هو العالم مش مقاطعنا، لكن العالم مهتم بينا. ولعلم حضرتك الرساله الوحيده اللي بيقولوها لنا ويشيدوا بيها هي رساله الاستقرار. يعني اي حد بيجي لك بيقول لك والله احنا فعلا يعني عندنا احساس كبير جدا بان مصر نجحت في الوصول الى مرحله الاستقرار، فانت عملت حاجه، لكن بقى لازم احنا كمجتمع نحافظ عليها ولا نرضخ ونتقدم للامام. انجازات اقتصاديه لازم تتم بسرعه جدا، وفي نفس الوقت ان احنا يكون في تماسك مجتمعي في الفتره الجايه يعني، واعتقد ان البرلمان بيدي الاحساس دوت. مفيش في البرلمان مثلا اصوات نشاز خالص تقريبا دلوقتي، كل الناس كل الاحزاب المستقلين ايضا كله بيتجه الى اتجاه واحد، وهو مسانده الدوله عشان تنجح الدوله. طيب نروح للبرلمان بقى، وطالما اتكلمنا على البرلمان انا شخصيا لما قعدت قريت كده كنت حريص عايز اعرف ال 600 دول اسماء مين دول ودارسين ايه. فاكتشفت ان البرلمان ده في تركيبته لم يحدث في تاريخ مصر. موافقني حضرتك؟ انا مع حضرتك، انا طبعا اول مره اول تجربه ليا، ولكن من الناس اللي يعني في بعض الناس بقى لهم مثلا دورتين او حاجه قبل كده، كلهم فعلا بيقولوا ان مستوى الناس ومستوى المناقشات حتى اللي بتجرى مع الوفود الاجنبيه ومستوى المؤهلات من المؤكد ان هي يعني طفره. ايضا اداء السيدات العضوات المحترمات النائبات متميز جدا، ووجودهم كحوالي 90 او 89 او حاجه كده، ده في حد ذاته مدي قوه كبيره جدا للبرلمان. الشباب يعني اقدر ادعي انه فعلا عنده رغبه في ان هو يتعلم وان هو يمارس الحياه السياسيه بشكل يتناسب تماما مع خبراته. مفيش الشاب اللي داخل اللي حاطط يعني عارف امامه ان هو زعيم سياسي كبير، لا، تحس ان هم كلهم فعلا شباب محترم جدا وبيقوموا بدور جميل في حتى الوفود اللي بنطلع بيها في الخارج. وانا اعتقد انه الشباب هيكون فعلا يعني القوه الكبيره القادمه في البرلمان ده. انا ارى ان هو انا شايف فيه تخصصات علميه كتيره، في بحرك في افتكر 120 واحد معاهم حملت دكتوراه، 120 واحد من 600 تقريبا حملت الدكتوراه. يعني واعتقد من كل الطوائف الشعب، يعني انا اقدر اقول ان هو بالظبط ده من كل طوائف الشعب. يعني هو شريحه محترمه، شريحه محترمه من شعب محترم، واعتقد انه الاداء تطور كثيرا. انا عارف ان الناس كانت محبطه في الايام الاولى، لكن انا ارى الاداء الان اصبح اكثر تميزا، هدوءا، الناس عارفه هي بتاع. ولسه هيزيد ده لما يكون عندنا اللجان النوعيه. اللجان النوعيه يعني هتستقطب الناس وهتخلي كل الطاقه اللي موجوده هتكون مركزه اكثر في اللجان النوعيه، وده هيكون طبعا له عائد كبير بالنفع. غير انه انت عندك حضرتك يعني متطلبات تشريعيه قادمه هائله، وللاسف هيكون فاضل مثلا 3 اشهر وشويه عشان الاجازه البرلمانيه، فهذا معناه ان 3 اشهر القادمه ديت، وطبعا رمضان هيكون فيها في شغل كبير، يعني هيكون كبير جدا، وهيكون في اشغال شقه، يعني 90 يوم اشغال شقه، اعتقد ان هم هيكون 90 يوم اشغال شقه، ولكن الناس مقبله الحقيقه، بالعكس الناس بتنادي بان هي تعمل يعني. طيب هل يمكن ان احنا في البرلمان قبل ما نتكلم عن دعم مصر و سيف اليزر رحمه الله عليه، عايز اقول هل يمكن لا نشوف دور جديد يبقى له بالمجتمع؟ يعني انا عايز اقول ايه، الاعلام ليس صحيحا ان كل الاعلام بيقول حاجات سلبيه، بالعكس
اللي في الصحافة المصرية وفي القنوات وفي الكلام ده بتطرح أفكار كثيرة جدا مهمة جدا مهمة أيه قوي. هل يمكن يكون في برلمان عايزين يبقى في وسيلة معينة يا فندم يعني أنا عايزين تعمل ده بحيث لأن أنتوا الحاكم الحقيقي، أنت الحاكم الحقيقي لهذا الوطن برلمان ده يعني وبعدين أنتوا الشعب الأقوى حاجة. فالنهاردة في حاجات كثيرة بتتقال وتروح وتعدي وإحنا عندنا يعني ما عادش ما فيش وقت حتى ان حاجه تتاخر اكتر من كده، ما فيش وقت كمشروعات كحاجات افكار ككذا ككذا ككذا. هل يمكن يتعمل يعني يبقى في وصله ما اعرفش تخترعوا حاجه حلوه كلمه الوصله لان قنوات الاتصال كانت مغلقه تقريبا ما فيش ما بين الشعب وما بين الحكومه يعني حضرتك لو تشوف كم المشاكل اللي حضرتك ممكن بتسمعها كل يوم من افراد عاديين كل بيت فيه مشكله وكل قريه فيها مشاكل الأعضاء البرلمان اللي هم بيمثلوا يعني دوائر انتخابية يعني احنا في القائمة الى حد ما مستريحين شوية لان احنا ما عندناش دائرة انتخابية بانتخابتنا بعينها احنا ممثلين لمحافظة لكن تشوف حضرتك النائب اللي له دائرة انتخابية ده متعلق من رقبته يعني ضغوط هائلة واذا ما ردش على التليفون يتم محاسبته ويعني القنوات الاتصال كانت مقفولة، احنا بقى الوصلة اللي حضرتك بتتكلم عنها ديت، ولكن الوصلة دي تحتاج أيضا أن يكون في الناحية التانية أيضا يعني مستجيب، يعني ما هو أنت كبرلمان أنت مش ما عندكش سلطة تنفيذية، ما تقدرش تعمل كوبري، ما تقدرش تعمل مزلقان، ما تقدرش تعمل صرف صحي في قرية، لازم حد جهة تنفيذية هي اللي تتولى هذا فالثقة لازم تكون أكبر شوية ما بين البرلمان وما بين الجهات التنفيذية لأنه ده الوصله دي في وصله عايزينها ثانيه ما بين البرلمان ورئيس الاعلام يعني عايزين نعمل وصله ثانيه ان في افكار كثيره ممكن تدرسوها مش لها تنفيذيه انما انا لها رقابه اقدر افرض هذا الكلام عليهم خاصه لما تبقى حاجات بتناقش طلعوا بيها قانون حتى يعني. طبعا هو يعني انا من انصار فكره حضرتك جلسات الاستماع وحتى جلسات الاستماع دي ما تبقاش قاصره على الاعلام بس دي بالعكس انت عندك لا ده في ناس يعني ناس ما شاء الله طبعا تجيب مثلا طلبه الجامعه من جامعه معينه وتعمل لهم جلسه داخل قاعه مجلس الشورى اللي هي مش مستعمله حاليا وتشوف ايه الشباب دول ايه طلباتهم وايه طموحاتهم وايه املهم ده مجرد ان هو جه قعد الجلسه ديت في حد ذاتها دي يعني تفريغ عن شحنة يعني وحسب منه فعلا هعرف الحالات على الطبيعه وفي افكار جميله فاحنا يعني احنا محتاجين ايه فتح الابواب شويه ومحتاجين توسيع ده اللي نقصده يا فندم توسيع المشاركه شويه سواء كان ما بين الاعلام والبرلمان او لا بس حضرتك كنت المجتمع لان مثلا الصناعات الصغيره عندهم حاجات كتيره جدا وبسيطه في لجنه خاصه بيها دلوقتي فانا النهارده اللجنه اسمعهم فيجي حد كان بيعمل شغل كان كلمني عمل تليفون كلمني في البرنامج قال لي انا محتاج اجيب اخر احنا عشان نصلح اجيب اخر طرز مكن اللي بي عشان يبقى المنتج بتاعي تمام قال لي احنا عايزين نسافر لازم نسفر البلد تسفر ناس تشوف اخر حاجه في الصين ايه وهنا ايه وهنا ايه مثلا يعني ففي كل الحاجات دي بنسمع الناس السياحة حضرتك ما تنفعش تعمل أي خطوة في مجال السياحة وصناعة جاهزة للتدوير في مصر إلا لما تقعد مع الناس اللي شغالة في السياحة لإيديهم في النار ديت فلازم برضو أنا اقترحت الكلام دوت على مجموعة منهم إن احنا نعمل حتى مجموعة لمساندة السياحة في مصر وأعتقد إن طالما لجنة السياحة تنعقد هيكون في لازم جلسة استماع كبيرة موسعة ويجي يحضر فيها وزير السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة وهو راجل متفتح جدا يعني وعنده أفكار جيدة فنبتدي يبقى يعني وحركة هي دي المطلوبه في مصر دلوقتي عمليه المشاركه لان احنا في اي مكان حضرتك هتلاحظ بنروح نقعد فيه بنقعد نتكلم كويس قوي بنشخص المرض وبنجد له العلاج لكن نقعد بقى مع بعض ما حدش بيعمل حاجه ما بنوصلش لحاجه ما بنعملش حاجه فانا اعتقد ان الموضوع اللجان ده هيكون لازم ما يبقاش بس بيننا ببعض كاعضاء لجنه نقعد نتكلم في بعض لا احنا اي لجنه نطلع نوصل حاجه لازم نجيب اللي احنا متخصص معاه طب الوقت خدنا بس فاضل لي حاجه مهمه جدا بسرعة. دعم مصر باقيه وقائمه وطبعا فقدنا رجل عظيم تحمل الكثير في الفتره الماضيه اللي هو سامح سيف اليزل ولكنها يعني لما حضرتك احنا عندنا كده جروب على الواتساب بتاع دعم مصر كل يعني عارف حضرتك كانه بيظلل على هذا الجروب وكل الناس بتتكلم على فكره انه هذا الرجل حط يعني روح جميله في هذه المجموعه ولا يمكن ان احنا يعني نتنازل عنه. تحديدا لذكرى حياته مسكين. حقيقه
حقيقة يعني في مشاعر جميلة جدا وهتنعكس بشكل إيجابي على هذه المجموعة في الفترة الجاية إن شاء الله. هل سميته حد يا فندم بالنسبة لا لي؟ لسه لا لسه لسه يعني ما أعتقدش حتى أنه أخلاقيا يعني لسه شوية يعني ننتظر شوية. أصل هي في قوة دفع المجموعة ماشية بيها وهو أثناء مرضه الله يرحمه ما كانش يعني ايده في يعني في العمل اليومي التفاصيل، لكن كان في قوه دفع نتيجه ان هو يعني حقيقه كان مدينا يعني كده نموذج للصمود وان هو راجل مريض ولكنه موجود وبيجي وبيتكلم وبيحضر الجلسات وكده، فكانت دي عامله حاله من احنا اصلا المصريين جمال جدا في الحاجات ديت يعني عندنا كده مشاعر جميل عايزين نطلع ده عايزين نطلعها فحركة مطمئن وبطمن الناس كلها ان هذه مجموعه قائمه وهتظل يعني تسير بنفس الشكل وعمليه القياده مش هي دي القضيه. طيب البرلمان الدولي مصر يعني عادت اليه حضرتك بقى طمنا في الدقيقه اللي بقى ديت ده هنستفيد من ده ازاي وده قيمه الموضوع ده اصل ده موضوع مهم جدا بس ما حدش بيهتم له. لا طبعا موضوع الاي بي يو ده اللي هو البرلمان الدولي ده حضرتك بيقدم دعم فني هائل للبرلمان المصري. حضرتك احنا هننتقل من ورقيه الى ان كله هيبقى ديجيتال في خلال شهر بدعم فني ومادي من الاتحاد البرلماني الدولي، فده في حد ذاته يعني عمل كبير. تاني حاجة ان انت عندما تعود عضويتك لهذا الاتحاد اللي هو بيضم كل برلمانات العالم ما عدا امريكا ودولة تانية مش متذكرة دلوقتي، لكن كل العالم موجود فيه ما عدا امريكا ودولة تانية، ده معناه ان انت اعتراف بشرعية يعني خريطة الطريق واعتراف بشرعية البرلمان المصري وانتهى الامر خلاص. طيب اخر حاجة العلاقات الامريكية عندهم بقى انتخابات وبتاع، هل كل حاجه هتتاجل كالعاده كده ولا في هم دلوقتي بيقولوا يعني بيقولوا على الرئيس الامريكي ان هو عندهم مثل كده امريكي ان هو بطع رجاء يعني ما اعرفش هم بيقولوا دي عندهم كده دي بتتقال باللغه الانجليزيه طبعا انا بقولها بالعربي دلوقتي. فاعتقد ان الامور هتتاجل ولكن احنا علاقتنا مقسومه نصين، علاقه استراتيجيه بتسير في شكل جيد جدا وعلاقه ثانيه اللي هي بقى داخله فيها حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وكل الموضوعات دي هم فاهمين واحنا فاهمين وعمالين يعني عارف ايه يعني ليا صعود والهبوط من حين لاخر ولكن في علاقه ثابته وتسير بشكل جيد جدا اللي هي العلاقه الاستراتيجيه. الموضوعات الثانيه توقع ضغوط من حين لاخر. طيب اخر حاجه شهادتك ان شاء الله ان شاء الله انا شخصيا متفائل جدا وانا كمان خير يا رب ان شاء الله الحمد لله. سعاده السفير محمد العربي انا بشكر حضرتك جدا يا فندم اخيرا لبيت يعني رغبتك ربنا يخليك يا فندم بشكر حضرتك جدا شكرا بشكر حضرتك وتصبحوا على خير.